أرشيف مؤسسة الطيب الصديقي المغرب. شمال وجنوب الله الله ورايت الحمرة ترفرف بسماك عالية وغالية صوتها في القلوب الله الله وهجبناك تحمي حماك في الشرق في الغرب شمال وجنوب الله الله ونفديك برا Oh.
ونسافر في احلام الاجيال، وتعرفهم ويعرفوها ويعيشوها ويخوضوها ونعيشوها ونخوضوها، والعشر سنين نتذكروها جبين ضهرنا وشموها. منظومه حبلى بالجهاد، حرمه بعزه البلاد، حزم النفس ابيه، وفي لحظه مولود وميلاد. المسيره يقذف الافكار وتبت تحدي واستمرار، وبتضحيه وصمود ادركنا معنى الاختبار والاختيار والانتصار. الاختيار والانتصار، الاختيار والانتصار، الاختيار والانتصار. احلام وغرانين بحبنا، احلام وغرانين بحبنا، مسيمين بريمتنا حول العرش الحب الاكبر، مصدر الهنا وقوتنا. اخذنا يا في العشر سنين روح وعزم المؤمنين، تقديس الوفا لم قسم، وعلى عهدنا ما زالين، وعلى عهدنا ما زالين. حلات وكبرت وزيان، وتهت وبها وغسل، صارت عروسة خيالي، عشت وحنت للم. الذكرى صنعوها رجال بعمر بجهد بروح مال، والحساب عنده أجاب ما ظل يؤجل سؤال. خل جميع الجبهات انت جرافيع الذكريات، ومليك صناع تاريخ الشيخ والصفحات المشرقات الخالدات. الاستماتة في الدفاع بالعقل والعقل سلاح، الله دام في الدنا عامر سنة بالنفاح. نقولوها ونكتبوها في جبين الظهر نوشموها، جبين الظهر نوشموها. نقولوها ونعيدوها والعشر سنين نعدوها، والعشر سنين نعدوها. نقولوها ونكتبوها اشبين الدهر نوشموها، اشبين الدهر نوشموها. نقولوها ونعيدوها والعشر سنين نعدوها، والعشر سنين نعدوها. تخلد في ضمير الزمن ذكرى والنسيان عدوها، تخلد في ضمير الزمن ذكرى والنسيان عدوها. اذكروها لا تنسوها، لا تنسوها، لا تنسوها. حلات كبرت وزيانت اذكروها، وتهت وبها واختانت لا تنسوها. حلات كبرت وزيانت وتهت وبها واختالت لا تنسوها. صرت عروسة عروسة في خيالي، عاشت وحلفت لا نامت لا تنسوها. نقولوها ونكتبوها اشبين الدهر نوشموها، اشبين الدهر نوشموها. ونقولوها ونعيدوها والعشر سنين نعد، والعشر سنين نعدوها. عزو عزو، علق على ذاك البلد دماغك. عزو كملك البلاد وكخادم هذه الأمة وكأمير المؤمنين، أنني كما أن البيعة ديالهم ديالهم ليا فكيف عنكم، أنني نموت نقوم بواجبي ونلتحق بالشعب ديالي في السحاب. Puisque des liens d'allégeance nous unissent à nos sujets du Sahara, nous allons les rejoindre. Radicheu, 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 radic
Since ties of allegiance bind us to our subjects in the Sahara, we're going to join them and reunite. Ya que lazos de pleitesía nos unen con nuestros súbditos del Sahara, vamos a unirnos con ellos. العلاقات نجمات يبايع الى ان ياخذ وراونا في الصحراء اخي يوجان عنده اثنين ودهين وحق القرآن ما ملكنا من إيمان يعز الأوطان من فرط في ترابك بروحنا نفديك ما يدوز الطيم عليك نادي نقول لبيك الانتصار في ركابك حق القرآن وما ملكنا من إيمان يعز الأوطان من فرط في ترابك بروحنا نفديك ما يدوز الدين عليك نادي نقول لبيك الانتصار في ركابك ما عندناش صواريخ ولكن عندنا من القوة وعندنا ولله الحمد من الزاد ومن السلحة ومع ذلك آثرنا المسيرة السلمية على استعمال القوة والغزو رقم الوحدة رمز العزة نبع الإلهام الرقم اللي تقتصد كل الحلول هو عدد المواليد كل عام الاختيار كان مضبوط ذكي محدد مقصود جعلنا الفعل بهذا الرقم هو الكلام وبان إصرارنا الدنيا في كسر القيود شبيرة عزيزة وتفكر وتقيم عشريات 150 ألف السكان 10% من هذه النساء إن النساء والرجال شقائق في الأحكام شقائق في الحقوق شقائق حتى في الوطنية نحن عشاق الحرية نحن وحدتها نحن وحدتها
عشاق الحرية في الحليب رضعنا محبتها نحنا وحنا وتحية هي بلدنا تعلى رايتها نحنا عشاق الحرية في الحليب رضعنا محبتها نحنا وحنا وتحية هي بلدنا تعلى رايتها ودم العشق المباح قاني يسقي قاني يسقي أرضنا شجرة الوحدة أرضنا شجرة الوحدة تهون أعمارنا والأرواح وإحنا عشق من طبع مغربي أصيل نركبه في كل وقت الأضواء وتعيش بلادنا عزيزة والنصر كليل نعيش معد المحال المجد في دمنا طبع مغربي أصيل نركبه في كل وقت الأضواء وتعيش بلادنا عزيزة والنصر كليل قرينا في المسيد موال قرينا في المسيد موال عزنا من عز أرضنا عزنا من عز أرضنا والخاين دليل Thank you.
كرمتي ونهمتي شلة بخور من الشعر صافي وفي كافي عن معجز كل مقرون إلى الصفا أنيس ولم يصفر بمكة سامر. بلى نحن كنا أهلها فأسألتنا صروف الليالي والجدود العواطف. لا تفوق يا شاعر. جميل والله جميل. كان
جميل ولكنه لا يعبر عن الحقيقة. حقيقة؟ الحقيقة، حقيقتنا وواقعنا. نعم، كان أحسن للشاعر يكمل شعره أو على الأقل يزيد به الذات. أما يقول بلى نحن كنا أهلها فأزالتنا صروف الليالي والجدود العواطر ويسكت فلا. والسبب يا أخي الناقد؟ بلى نحن كنا أهلها. مزيان مزيان بزاف. نعم لقد كنا سكان هذه الأرض. وكنا أهل هذه الأرض. أرض الصحراء الحبيبة. لكن الشاعر قال كنا فقط تسكت. علاش كنا؟ ما زلنا أهل هذه الأرض. وما زلنا ولله الحمد سكانها رغم الإسفار عساكرهم. الاستعمار ظلم فيك. هذا ما في شك ان امام القادة مفات وان الصبح لناظره لقريب. لو استوحى الشاعر هذه الحكمة الا جاء شعره اكثر تعبيرا. لكن الشاعر اكتفى بتشكي من الزمان والبكاء على غدر الليل. فازالنا صروف الليل. صروف الليالي تقلبات الزمان. كلام جميل جميل جدا ولكنه فيه ما فيه الاستسلام. بل هو الاستسلام بذاته وصفاته. نعم صروف الليالي الخوت كالفوض. تقلبات الزمان كحصن الجبهوها. قلوبنا بمالنا دماءنا. تبشعنا والشعر سلاح. واي سلاح؟ قل جاء الحق وزعق الباطل. ان الغدر كان طاغوت. واليوم رغم الزمان وغدره رغم الليالي ومكرها هب من الشمال صوت فعالي من كل كاتب خالي. على انغام رقصة صخراء رقصة خضراء شواق وعناق فرحة كاملة ونشوة غامرة. ومن الرباط المجيد جات بشرى بنعيد. هات ديتنا كلمة الرجال الدهات الأبطال أهل العقول الوحدة والأفكار. جات الفرحة جات سيدنا جات اللي عشناها.
موجود. واش كاينك لا كاين الشرف؟ الخنا وكاين الشرف. هاي داش. الشرع موجود. هادشي عندنا غير نقولو بهنيان. كلشي موجود. حتى لو لقيت شي. أستعدوا بنظام بارك الله فيكم. الإخوان الأخوات نظام نظام. Oh, my God.
الكلام ديال مكناس رانا تنس. اخي يا مكناس حرف كف حرف كف وحس هدي ها impressionnant en effet, mais qu'en est-il des Sahraouis? En dépit de la propagande colonialiste mensongère, nos frères au Sahara occupé aspirent ardemment à l'unité. Ils luttent pour le retour à la mère patrie. C'est un même peuple, de part et d'autre d'une frontière factice que notre marche va les rassembler sans aucun doute. Combien êtes-vous dans ce camp? Jusqu'à présent, nous sommes près de 7200, mais au rythme des arrivées, il est probable que nous serons près de 10 000 ce soir. Une dernière question. Oui. Vous, madame, pourquoi êtes-vous là, ici et maintenant? Eh bien, c'est simple, extrêmement simple. Je suis ici parce que je suis marocaine. Et je réponds présent à l'appel de ma patrie et de mon roi. Nous sentons que nous vivons un moment historique et décisif. Voilà, c'est tout. Je vous remercie de votre obligeance, mesdames, messieurs. C'était là un reportage interview sur le vif à partir d'un campement des volontaires marocains de cette marche verte lancée vers le Sahara par le roi du Maroc, Hassan II. Coupez. الدولي شرح فيه أن المسيرة الخضراء مسيرة سلمية. غادر اليوم مطار الرباط صلاة سيد الوزير الأول مرفوقا بعدة شخصيات للتفاوض مع المسؤولين في الحكومة الإسبانية. خلال الموضوع المطروح تكون خلفيات من طارقة من
تكاد أن تكون صعبة لفقدان القيادة البشرية. وأنا يا أخي صفتي ممول منتج واش ما عندي حق الهضر. كافي بوز كافي عندكم زيادة اقتصادية دقائق ديال الراحة كاملين فهموا إن المغرب بموقفه هذا يتجاهل كل قواتنا ويعبق جموعا لاقتحام الصحراء التي كانت وما تزال تحت إدارتنا المشروعة. إننا لن نتخلى أبدا عن الصحراء وسنواجه كل خصم. ورغم البلاغات المغربية المتكررة والتي تحمل عبارات التحدي والاستفزاز، فسنبقى لهم بالمرصاد وسيجدوننا واقفين وقفة رجل واحد في وجوههم. Oh.
غادر اليوم مطار السلا الوزير المكلف بمهمة لدى فخامة الرئيس الموريتاني. وصل هذا الصباح السيد الوزير الأول بعدما قضى يوما كاملا في العاصمة الإسبانية. توفت وساد أي ديغول السيد الوزير مزورو زق العاصمة صبليون ظار ثمين تكيون واسدهين. Monsieur Kurt Waldheim, secrétaire général des Nations Unies, était parmi les invités de marque et assisté à l'inauguration par Sa Majesté le Roi Hassan II du barrage Al Masira. شعب الإعجاز والمعجزات الشعب اللي لمشى يوصل هكذا وصفور وهذا هو طريق الوحدة مقدر تقدير محسوب بالثانية باللحظة وحق الضغوط Thank you.
البارح واليوم وغدا، العقل تما وهنا وهناك، الجولة فيهم لابد، جولة لا تغفلها إياك. البارح ما البارح يا ناس، تراث أجداد وأسلاف اللي وضعوا حجر التاس ونقلوا الحمل على الكتاف، وما كانت لحقة بحرير أو سفينة في البحر هادي، ولو جبال سما وسرير ولعب الطب سهل العادي، بل كانت الأرواح تعاني من شر وخيط سائدين، من حيال ثاني تقاوم السن باليدين، صون التربة والإنسان لها عقيدة لها دين، زاد التقوى والإيمان والقدوة أمير المؤمنين. الماضي فيه ويا ما فيه خيرة رموز وعبر، الحكيم العاقل يرجع ليه، فيه السلالة والأثر، فيه فنون القول المفيد ودورات الفعل النافذ، الوقفة الرؤية البعيد وإيقاف الشر الوافد، فيه معاركنا الكبيرة ضد النفس ضد العديان والسيف المسؤول واستشهاد وصنع المصير. ليك يا وطني أبناء فداوك غاوك تعيش، ومنك يشع الضياء كرم وما ينتهيش، ليك يا وطني أبناء فداوك غاوك تعيش، ومنك يشع الضياء كرم وما ينتهيش، ليك يا وطني أبناء فداوك غاوك تعيش، ومنك يشع الضياء كرم وما ينتهيش. وقديم عرفنا الخوط نكارة، الطريق الباين لاش مهجور، لا تواب غنمنا ولا كتبنا تجارة، مساندة قضية الصحراء المغربية وصلات وفودها اليوم إلى طرفايا، منها المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، الغابون، تونس، السودان، سلطنة عمان، دولة الكويت، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر،
غدا إن شاء الله ستخترق الحدود. غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة. غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. يوم 6 نوفمبر 1975 على الساعة 10:32 قال سيدنا حفظه الله بسم الله مجراها ومرساها عثمان إلى الأمام. novembre 1975, à 10h32, Sa Majesté le Roi Hassan II a donné l'ordre à son Premier ministre d'entamer la marche verte. El 6 de noviembre de 1975, a las 10:32, Su Majestad el Rey Hassan II dio a su Primer Ministro la orden de entablar la marcha. On November 6th of 1975, at 10:32 a.m., His Majesty King Hassan II gave the signal for the launching of the Green March. أسست نوفمبر 1975 في 10:32 دقيقة يبيت سيدنا ربي تنصرينا بسم الله مجراها ومرساها ثم غدة عثمان. أنا أتمنى تقولي علاش شرف المسيرة
كنت زعما الايام راه حاله شاف ربي من شاف ربي منك وعذرك وشاف حالك هذا ما كان. لا لا انا جبت قم واجب وطني وي وي نبي قالت لي ناقص سمعت النداء وكانت هي الاولى في عام 1975 نهار 16 أكتوبر قال سيد البلاد شعبي العزيز هيا شمر راحان الحين هذا امتحان ثاني لإيماننا بالجهاد بالوحدة الشاملة بالفدا وصدق اليقين كنا وما زال صامدين كنا وما زال صامدين رجال كنا طريق الفقا وصحاب العشرة والدين والنسب واللي ولالي شفايا العدا وكنا نساب احنا جاي يا اللي لحنا داري خلينا نمشي في الطريق الفقا وصحاب العشرة والدين والنسب Yeah.
فهموا الله يصلحهم كلش كلهم فاهمين وفايقين الله يبارك والولاد المغرب وبناتو غير سمعوا خطاب سيدنا فهموا مقصود وكلهم بغاو يشاركوا في المسيرة الخضراء كلهم من بعد غنكملوا ايوا باللي هكذا ما بقى لي ما يتقال لا المعلم الخدمة من بعد المسيرة إن شاء الله متفقين يلا نكملوا لكم يلا المسيرة الخضراء هي الحل الوحيد والصرح الموحد يعيد صرح الوحدة مسيرة سلم وكتاب الله هو النشيد إيماننا والصبر هما زادنا والعدة إلى حب الشعب يحب الله حب التأييد واللي آمن يلقى ربي في وقت الشدة
مسيرتنا تضحية وصمود. السيناريو أحمد طيب العنش، عزيز سرغشني، الطيب صديقي، البناء الدرامي الطيب صديقي،
الحوار والأغاني أحمد طيب العدش، الأشعار علي الحداني السعيد صديقي، الموسيقى والألحان عبد القادر الرشدي، تلحين بعض القطع الغنائية عبد الرفيق الشنقيطي، عبد الله عصامي العربي الكواكبي، البالي حسن زينون، المناظر الصديق صديقي، إنجاز المناظر الهاشمي بن عمر، الملابس نادية ظاهر، أمينة حميني، محمد حميني، السباغة سليمان بن عمران، الصوت المحجوب زلاء، الإنارة كارلو بيرتيني، التوابع عبد الرحيم دريس، محمد العزامي، الآليات الموسيقية أحمد المصبري، الصور محمد مرجي، مصطفى بن الوهلية، المحافظة عبد الرحيم أمين، أحمد نجاح، المحافظة الخارجية خالد محمد، البشير أيوب، عبد اللطيف السولي، الممثلات خديجة أسد، أمينة بركات، وفاء الهراوي، صافية الزياني، رشيدة الحراق، زهور المعمري، نعيمة المشرقي، رشيدة القراش، الشعيبية العذراوي، فاطمة الرقاقي، مزهر الرقراقي، زهور سليماني، أمل طمار، نجاة الخطيب. الممثلون عبد الرحيم مصحاب، عبد الرحيم بيقا، محمد البوكيلي، محمد البحيري، نور الدين بكر، صلاح الدين بن موسى، محمد أحمد البصري، محمد الجم، محمد حسن الجندي، السعيد الجديدي، العربي التغمي، محمد الحبشي، ميلود الحبيشي، محمد كافي، محمد كمال، محمد مشت، عزيز مهوب، عبد الرحيم محجوبي، محمد مفتاح، أحمد ناجي، أحمد العلوي، أحمد العمري، عبد الله العمراني، محمد عبيبي، حسن فلان، المحجوب الراجي، محمد الرزين، محمد الراندو، محمد الرشدي، عزيز سعد الله، حمادي التونسي، العيادي الخرازي. شارك في هذا العرض نعيمة سميح، محمود الإدريسي، رجاء بن مليح، مسرح محمد الخامس، مسرح الناس. شارك كذلك في هذا العرض بالي زينون، مجموعة تقدى، مجموعة السهام، صندوق الفراجة، التعبير الشعبي مع فرق الدقة المراكشية، قولي مين، قلعة مكونة، تغاسلين، الخيالة، الجوق الوطني برئاسة الأستاذ عبد القادر الرشدي. إخراج قام بنقل هذا العرض الوحدة التقنية رقم 4، صوير حسن إدريسي، علوان محمد، مزاحم عبد الإله، حسن السرخاوي، صغيدري محمد، الصوت صالح النقاش، فيديو محي الدين الصادقي، المراقبة عبد الجليل الأطرش، النقل المباشر شبلي محمد، الإشراف التقني كمال عثمان، إخراج تلفزيوني سيف محمد، البرنامج عبد الله ستوكي، نجيب الرفيف، المسؤول عن الخشبة محمد عفيفي، المساعد الأول عبد الرحمن الخياط، المساعدون هلال عبد اللطيف، مصطفى منير، محمد أبو الصواب، العربي العلوي، عبد الرحيم بيقا، نور الدين بكر، عبد السلام الشريبي، التنسيق الإداري عبد اللطيف الدشراوي، التنسيق العام إدريس التاديلي، الإدارة والإنتاج عزيز الشغروشني، إخراج الطيب الصديقي. أرشيف مؤسسة الطيب الصديقي المغرب.